بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إن شاء الله اليوم هذه أو هذا العرض اليوم راح يكون عن المكتشفات الأثرية في إمارة الشارقة، وراح نلقي الضوء على أهم هذه المكتشفات. معاكم يعني أخوكم عيسى يوسف من مدير إدارة الآثار من هيئة الشارقة للآثار. نعتذر على هذا التأخير اللي صار من خلال برنامج زوم، ونتمنى لكم كل التوفيق. طبعا عندما نتحدث عن الدور الريادي للمكتشفات الأثرية في إمارة الشارقة، فنحن نتحدث عن المكتشفات التي تم العثور عليها ولها دلائل حضارية في مجال الآثار في المنطقة، وخاصة في جنوب شرق الجزيرة العربية وفي الجزيرة العربية. وبالتالي نجد أن هذه الدلائل هي مهمة جدا في تاريخ المنطقة. طبعا اليوم احنا شوي استبقنا الحديث عن اليوم العالمي للآثار. اليوم العالمي للآثار يصادف في 17 من هذا الشهر، شهر أكتوبر، وبسبب الإجازات يعني يوم السبت ويوم الجمعة، فقررنا أن تكون يعني قررت الهيئة فريق العمل أن تكون هذه المحاضرة اليوم يوم الخميس، على الأقل أن الإجازة يعني قريبة والجميع يستمتع بهذه المعلومات. وأنا أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله معي في هذه المحاضرة. لابد أن نشير أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة هو الرافد الرئيسي للثقافة في إمارة الشارقة، وهو الرافد الرئيسي أيضاً للحفاظ على التراث الثقافي والموروث الحضاري لإمارة الشارقة، حيث يقوم سموه بأعمال جليلة وعظيمة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ودعم هذا التراث الثقافي بشتى السبل، من خلال توفير جميع ما نسميها جميع الأمور التي تسهل عمل البعثات القادمة إلى إمارة الشارقة، أيضاً يسهل جميع الصعوبات ويزيلها من أمام هيئة الشارقة للآثار لكي تقوم بعملها بأكمل وجه. الشكر كل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة على دعمه اللامحدود للآثار، وخاصة الآثار في إمارة الشارقة وأياديه بيضاء أيضا في الحفاظ على كثير من الآثار في الدول العربية. نبدأ بالمواقع الأثرية في إمارة الشارقة. المواقع الأثرية في إمارة الشارقة هي تتوزع على هذه الخارطة، وهي الخارطة هي الجزء الشمالي لدولة الإمارات، ونجد أن المواقع هي متوزعة ما بين الخليج العربي والتي تقع على بحر عمان، والتي تقع في المناطق الداخلية أو المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، وكلها لديها ارتباطات ولديها مميزات من خلال تواجدها على هذه المواقع. فنجد أن جزيرة صير أبو نعير من الجزر المهمة التي تقع في حدود إمارة الشارقة، وبها موقع مهم جدا من الألف الأول قبل الميلاد، وكذلك في عندنا هناك مواقع التعديل التي تعود إلى القرن 19 والعشرين. ولكن المواقع الساحلية مثل الحمرية وتل الأبرق، وعندنا هناك مويلح، هاي المواقع الثلاث المهمة. ثم في عندنا مواقع من العصور الحجرية هي المناخ وأبو شغارة. وإذا ذهبنا إلى المناطق الداخلية فنجد أن مليحة من المواقع المهمة في هذه الفترات، ونجد أن راح نعرض مجموعة من القطع الأثرية المكتشفة في مليحة ومن فاية وجبل إميلح وند الثمام وأم صفا وجبل البحيص. جبل البحيص من المواقع المهمة، والثقيبة والمدام، وكذلك موقع فيلي المهم. ثم في عندنا موقع في بالقرب من مدينة الذيل، موقع سهيل من المواقع المهمة، وإن شاء الله راح نعرض بعض القطع الأثرية المكتشفة من موقع سهيل.
أن هناك دبة وخورفكان وكلبة وموقع خطمة ملاحة، موقع للنقوش الصخرية والطريف ووادي الحلو. الآن في هذا التوزيع الجغرافي لهذه المواقع نجد أن هناك بعض القطع الأثرية التي ظهرت في تلك الفترات ولها دور مهم. عندما نتكلم مثلاً عن موقع سهيلة، موقع سهيلة الذي يعود بفترته إلى الفترة الآشورية، تم العثور على فؤوس آشورية مهمة في هذا الموقع، وقد نستطيع أن نقول أن هذا الموقع سد الفراغ والفجوة التاريخية التي كانت موجودة في المنطقة في جنوب شرق الجزيرة العربية. وموقع سهيلة موقع يعني عبارة عن مجموعة من التلال، هذه المجموعة من التلال تنتشر عليها كثير من الصوانيات، هذه الصوانيات بعضها معمولة معروفة بشكل كبير أنها صوانيات من الفترة الآشورية، كما تلاحظون هاي الفؤوس الآشورية التي تم العثور عليها في موقع سهيلة. إذن موقع سهيلة استطاع هذا الموقع أن يسد الفجوة التي كانت موجودة في جنوب شرق الجزيرة العربية، وأن يكون هناك في امتداد ما بين هذه المنطقة والمناطق الآشورية في المملكة العربية السعودية، وهذا ونعتبر يعني مثل هذا التنوع وهذا الامتداد طبيعي، خاصة أن المكتشفات الأثرية ما زالت يعني مستمرة في كثير من المناطق الجزيرة العربية. هذا أول موقع اللي ذكرناه له أهمية تاريخية وله أهمية أثرية في المنطقة وفي جنوب شرق الجزيرة العربية. ثم في عندنا هناك موقع جبل فاية. موقع جبل فاية كما تلاحظون هذا الموقع عبارة عن كهف، أو إحنا نقول مثل مغارة. هذا المكان تم العثور فيه على أدوات حجرية وتم تاريخها إلى 125 ألف سنة. طبعاً هذا الجزء كان أكبر، لأن الأمام هذه الأحجار المتساقطة هي من مقدمة الكهف في الجزء الداخلي، وهو مطل على السهل الداخلي لمنطقة مليحة، وممكن من خلال هذه المنطقة يتم التحكم بوجود الحيوانات ومطاردة الحيوانات ومتابعتها، وخاصة أن مجاري المياه والأودية تكون قريبة من هذه أو من هذا نسميه الملجأ الصخري للإنسان القديم. طبعاً عندما نتحدث عن العصر الحجري القديم في جبل فاية، فهو امتداد للعصور الحجرية من نفس الفترة التي كانت في شرق أفريقيا، ثم وصلت إلى فاية ومؤرخة ب 125 ألف سنة، وتم العثور على مجموعة من الأدوات الحجرية منها بعض الفؤوس. ونتمنى أن في المستقبل الدراسات ما زالت مستمرة للبحث عن بقايا البصمات الوراثية التي ممكن يتم العثور عليها من خلال الآن الدراسات الحديثة والتقدم العلم، ممكن أن يتم العثور على مجموعة من البصمات الوراثية من خلال وجودها في الأثر. طبعاً هذه الخارطة الموجودة عندنا توضح عملية حركة البشر، من اتجه إلى الشرق ومن اتجه إلى الشمال. وطبعاً عندما نتكلم عن من اتجه إلى الشمال، نجد أن هذه عبارة عن نظريات، ولكن المكتشفات الأثرية هي تؤكد هذه النظريات التي عرفت في السابق. فهذا الطريق الجنوبي للجزيرة العربية، ولكنه لا يختلف عن ما اكتشف أيضاً، هاي ما تم عرضه في السابق من خلال مكتشفات أو من خلال ما تم اكتشافه في جبل فاية. طبعاً مكتشفات جبل فاية نتحدث عن سنة 2010 ونشرت في 2011 في جميع المجلات العلمية. مكتشفات جبل فاية مرتبطة أيضاً بمكتشفات أخرى حديثة الآن ظهرت في الجزيرة العربية، ونحن نسعد ونفرح بمثل هذه المكتشفات التي تربط العواصر والتواجد البشري في الجزيرة العربية. فنجد آخر اكتشاف أو الاكتشافات الحديثة التي تم العثور عليها هي بقايا آثار أقدام بشرية وحيوانية
يعود تاريخه إلى أكثر من 120 ألف سنة، أي أن مثل ما لاحظنا في البداية أن هناك طريق شمالي وطريق شرق إلى شرق الجزيرة العربية، وهذه يعني الفريق السعودي نبارك لهم على هذا الاكتشاف، اليوم العالمي للآثار على هذا الاكتشاف المهم، والاكتشاف يعني الذي يعزز الاكتشافات الموجودة في الجزيرة العربية ويعطينا العربية لم تكن فقط وجود حديث، إنما هي لها أواصر ولها جذور منذ القدم، من يعني من بدايات وجود الإنسان، الإنسان الحديث اللي هو حاليا موجود في جميع أنحاء وقارات العالم. إذن الاكتشاف في المملكة العربية السعودية والاكتشاف في فاية ممكن بينهم 10 سنوات ولكنهم مربوطين مع بعض، اكتشاف سهيلة واكتشاف الفترات الآشورية في المملكة العربية السعودية أيضا تبين أن التواجد البشري كان في جميع أنحاء الجزيرة. نذهب إلى العصر الحجري، وهذا أو هذه الفترة مهمة جدا، العصر الحجري الحديث. العصر الحجري الحديث إلى قبل اكتشاف إحنا ما نسميه موقع جبل بحيص 18 أو مقبرة جبل بحيص 18، كان يعتقد في دولة الإمارات وكثير من المناطق أن هذه الفترة هي فترة رعي وصيد، قبل أن تكون معروفة رعي وصيد، إنما كانت فترة صيد وجمع للغذاء. ولكن في موقع بحيص 18 تم العثور على مجموعة كبيرة من العظام الحيوانية التي بعد ذلك بعد دراستها وجد أن بعضها هي عبارة عن حيوانات مستأنسة، وبالتالي وضعت هذه المنطقة، منطقة جبل بحيص، على الخارطة العالمية لاستئناس الحيوانات، أو أقدم أو من أقدم المناطق لاستئناس الحيوانات، ومنها الحيوانات التي تم استئناسها هي الأبقار والماعز والأغنام. يعني عندنا 3 نماذج بالإضافة إلى أنهم قاموا بعمل أعمال الصيد، صيد الحيوانات الأخرى وأكلها، مثل إحنا نسميها الجمال، الغزلان، الحمير الوحشية وأنتم كرامة، يعني هاي كلها كانت موجودة في المنطقة. ومن الواضح أن في موقع جبل البحيص، وموقع يبتعد عن الساحل سواء كان عن بحر العرب أو الخليج العربي بحدود 50 كيلومتر، إلا أن برزت هناك مجموعة من حبات اللولو. هذه حبات اللولو كانت لها أهمية كبيرة، وجودها حول الرقبة في بعض الهياكل، ووجودها على الأنف في بعض الهياكل، ووجودها في داخل المقبرة. جميع هذه حبات اللولو إن شاء الله راح نراويكم، هي عبارة عن حبات لولو مثقوبة تعود بفترتها إلى 1500 قبل الميلاد. هذا الجدول يوضح أن الماعز المستأنس يعني مجاميع العظام، نجد أن هناك أغلبية من الأغنام، وفي عندنا هناك مجموعة أخرى من الماعز، وعندنا من الأبقار. إذن الحياة كانت في تلك الفترة حياة رعي في هذه المناطق. تلاحظون أن العظام التي تم العثور عليها، هناك عظام لماعز وعظام لماشية الأبقار، وفي عندنا هناك بعض العظام للخرفان، إحنا ما نسميها مستأنسة، الخرفان المستأنسة، ثم عندنا الماعز البري، وعندنا الحمار الوحشي، وعندنا الغزلان، وعندنا الجمال البرية التي صادها الإنسان. إذن هناك مجاميع كبيرة من هذه العظام تم العثور عليها. الأدوات الحجرية منتشرة في هذه المنطقة، المنطقة الوسطى، من موقع المنطقة الوسطى، يعني سواء كان في فاية أو مليحة، ونجد أن هذه النماذج هي تعود بفترتها، هذه النماذج من رؤوس السهام، هذه النماذج تعود بفترتها، أو هذه أيضاً، وهذه تعود بفترتها إلى 1000 قبل الميلاد، وهذه مهمة لأن وجدت بعضها ومن طبقات أثرية
تم تاريخها بواسطة الكربون 14 اللي موجود احنا ما نسميه بالرماد في تلك المناطق، وهي مشابهة او ما تم نشره يعني اخيرا في 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 احدى او يمكن في 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 اغسطس، يعني في شهر اغسطس تم نشرها وقبل ذلك، وهي دراسات حديثة التي ظهرت في مواقع من الجزيرة العربية من الألف الثامنة بعض ومقارنتها بالتي وجدت رؤوس السهام التي وجدت في الولايات المتحدة أو في أمريكا، وهما من موقعين الدهاريز في سلطنة عمان والمنايز والمنايزة في اليمن. هذه مشابهة للمجاميع الأخرى اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية، وإحنا نسميها راح أراويكم إياها بعدين إن شاء الله، راح نسميها هذه آخر مسوحات قمنا فيها، يعني من قبل شهر تم العثور على مجموعة من رؤوس السهام موجودة ضمن التلال أو بين التلال الرملية، وخاصة في المناطق اللي تكون فيها أرضيات بيضة، مناطق تجمع المياه القديمة، وتجدون أن هذه عبارة عن مجاميع مهمة من رؤوس السهام، وتبين أن السكان في تلك الفترة أيضا كانوا عملية الاصطياد كانت موجودة حول المناطق. الآن نشوف في هذا الجدول على حسب في الألف الثامنة أن هذه النماذج من رؤوس السهام وسميت أيضا أن بفاية تاب، يعني نماذج فاية، وهي من الألف الثامنة قبل الميلاد، والتي تم الإشارة لها في السابق في المواقع الأخرى الجزيرة العربية وما يشابه. وأنا أعتقد أن الجنس البشري أينما كان عندما ينتج فهو ينتج من عقل واحد، يعني عقل بشري واحد، ولذلك الإنتاج يكون متشابه بينه وبين الآخرين. ثم في عندنا هناك نماذج أخرى من الألف السادسة قبل الميلاد، ثم عندنا الألف الخامسة قبل الميلاد إلى الألف الرابعة قبل الميلاد. هذه النماذج كلها تم العثور عليها ضمن طبقات أثرية، يعني أنا أتكلم لأن في عندنا كثير من هذه اللقى الأثرية والرؤوس السهام موجودة على السطح، ولكن وجودها ضمن طبقات أثرية ووجودها ضمن تاريخ للكربون 14 فهو مهم جدا في تاريخ هذه القطع المهمة. الهياكل العظمية في جبل بحيص 18 وجد مجموعة كبيرة منها، وبعضها كانت بكامل زينتها، ومعظمها يعني كانت بكامل زينتها، في عندنا الدفن الأولي وفي عندنا دفن ثانوي. الدفن الأولي هيكل بكامل زينته، والدفن الثانوي عبارة عن تجميع للعظام ودفنها في داخل المقبرة. ذكرنا عن حبات اللولو، تلاحظون أن هذه حبة اللولو موجودة على أنف الهيكل العظمي للمرأة، وهي موجودة في هذا المكان، وبالإضافة إلى تلاحظون هذه المجاميع من حبات اللولو كلها مثقوبة، وهذا مهم جداً أن توجد لدينا مجاميع مثقوبة من حبات اللولو تعود بفترتها إلى العصر الحجري الحديث، أن معظم ما تم العثور عليه في هذه الفترة هي حبات لولو غير مثقوبة، وهي ليس دليل استخدام اللولو. نعم حبات لولو طبيعية، ولكن دليل الاستخدام وجود الثقب، وجودها ملاصقة أو موجودة مع الهياكل اللي موجودة في جسم الإنسان أو مع 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 مع, مع الإنسان. إذن هذه الجمجمة تعود فترتها إلى الألف الخامسة قبل الميلاد، وهي مؤرخة كربون 14. الجبل بحيص تم العثور فيه على بوادر العنف الشديد، وتم العثور هناك أيضا على كثير من العظام قد جبرت، سواء كانت عظام الأيدي أو عظام الأرجل، كلها كانت فيها كسر، صار في عملية تجبير، ولكن جمجمة واحدة تم العثور على وجود ثقب فيها، والتأم التأمت العظام مرة ثانية، وبعد دراسة أماكن التأثيرات الموجودة في داخل الجمجمة وجدوا أن هناك في تأثير كان ما يشبه الورم السرطاني في الجمجمة، وتم استئصاله بواسطة أداة حجرية وحفر الرأس واستئصال الورم من داخل الرأس. الإنسان الذي قيمت له هذه العملية الجراحية عاش لفترة يعني إلى أن بدأت العظام تنمو، ولكن لم تلتئم، دليل أنه توفى فيما بعد، ولكن وجود الدليل على استئصال الورم موجود.
لكن من أعقد الأعمال التجبير اللي ملاحظة هنا في الفك، تلاحظون هذا الفك المكسور، تم عملية تجبير له القطع العظمية، وخاصة إلى أن التأمت، وعملية التغذية، لأن احنا نعلم أن الفك عملية الهضم أو عملية المضغ تحتاج إلى الفكين، حركة الفكين، ولكن هذا الإنسان استطاع أن يعيش إلى أن تلتئم عظامه، وهذه من الأمور المهمة في التجبير، وخاصة هاي من أصعب أعمال التجبير، لأنها تختلف عن الأيدي وتختلف عن الأرجل أو حتى ضربات الرأس. إذن الهياكل بهذا الشكل. ذكرنا الكهوف، الملاجئ اللي سكنها الإنسان، وهذه الأول مرة يتم العثور على كهوف وملاجئ صخرية سكنها الإنسان في العصر الحجري الحديث، لم تكن معروفة في السابق، ولكن في مكتشفات جبل فاية أثبتت وجود ملاجئ صخرية وكهوف داخلية يمكن يسكنها شخصين أو ثلاث فيها. هذه أيضا من المكتشفات المهمة، غيرت نمط الحياة في العصر الحجري في تلك الفترة. نتجه شرقا إلى وادي الحلو. طبعا وادي الحلو من المواقع المهمة في دولة الإمارات، وذلك لأن من مواقع تعدين النحاس، المواقع المهمة لتعدين النحاس، وتؤرخ إلى بداية احنا ما نسميها الألف، نهاية الألف الرابعة قبل الميلاد، بداية الألف الثالثة قبل الميلاد، أي بدايات العصر البرونزي. تم العثور على سبيكة نحاسية وزنها ما يقارب 5 جرام، أقول 5 كيلو، وهذه تعتبر من السبائك المهمة التي تم العثور عليها في داخل إحدى الأفران، أفران الصهر، وتم العثور عليها في هذه المنطقة. وادي الحلو لا نتحدث عن التعدين والصهر، ولكن وادي الحلو أنتج لنا قبر يعود بفترته إلى 11,000 سنة. في هذا القبر، من خلال تاريخ الرماد الموجود في داخله، لم يتم العثور على هياكل عظمية، لأن أيضا توجد هناك تم استخدامه في الألف الثاني، ولكن من خلال وجود الرماد الموجود في داخل هذا المدفن تم تأريخه إلى 11,000 سنة من الآن، يعني من الألف التاسعة قبل الميلاد. الشيء المميز في موقع وادي الحلو والمميز جدا أيضا في هذه المنطقة وجود هذا الحجر أو هذه الصوانية، حجمها 2 سنتي، ولكنها هي من حجر الأوبسيدون أو الزجاج البركاني، وهذه إحنا نعرف أن مصادرها معروفة في العالم، يا أما تكون في أرمينيا أو تكون في الأناضول، أو حتى ممكن تكون في اليمن بعض المناطق، أنا ما أعرف بالنسبة مدى تأكيدا من اليمن، ولكن نعلم أن أرمينيا مصدر مهم لحجر الأوبسيديون في تلك الفترة، ولكن نحن عندنا الآن حجر أوبسيديون يؤرخ إلى العصر الحجري أو بالقرب من العصر الحجري، حتى الآن لم يؤرخ بشكل كامل، ولكن اعتمد بوجوده بالقرب من المدفن، فتم تاريخه إلى تلك الفترة. وجود هذا الحجر مهم جدا في تاريخ المنطقة، وأيضا أعطى نموذج جديد للعلاقات ما بين المنطقة، العلاقات الثقافية ما بين منطقة جنوب شرق الجزيرة العربية إلى مناطق شمالية مثل أرمينيا. إذن أن حجر الأوبسيديون، ولكن بالتالي نجد أن العلاقات التجارية في تلك الفترة لم تتوقف. نجد أن في موقع جبل بحيص وموقع تل أبرق تم العثور على أختام دلمونية. هذا الختم من البحيص رقم 3 من الألف الثانية قبل الميلاد، ثم أن هذا الختم من موقع تل أبرق الألف الثالثة قبل الميلاد، ولكن أيضا في تل أبرق تم العثور على كسرة فخارية لجرة، جرة تخزين كبيرة، تم طبع الختم الدلموني على الجرة أثناء صناعتها، وهذا مهم جدا نعلم يعني احنا مدى أهمية الأختام الدلمونية، ولكن الآن عندنا هناك أيضا كسرة فخارية من موقع تل أبرق عليه ختم دلموني مهم، وبالتالي نجد أن
أن العلاقات بين هذه المنطقة سواء كانت في جزءها الداخلي أو جزءها الساحلي، يعني في إمارة الشارجة نتكلم عن الجزء الساحلي تل أبرق، الجزء الداخلي البحيرة كانت لها علاقات مع مدن كبيرة. العاجيات وصلت إلى هذه المنطقة، فنجد هناك أن نموذجين من العاج، أمشاط العاجية في المنطقة. نجد أن هناك نماذج من العاجيات التي وصلت إلى المنطقة من الألف الثالثة قبل الميلاد، وجدت في داخل مدفن تل أبرق. جميع الأمشاط العاجية المعروفة من موقع تل أبرق هي قد ظهرت أو تم اكتشافها من داخل هذا المدفن الذي يعود فترته إلى الألف الثالثة قبل الميلاد. هذه الأمشاط سواء كانت على الرأس أو سواء كانت موجودة في داخل المدفن أو حتى في بعض القطع اللي إحنا نسميها المرمر، وأيضا في أن هذا الجزء المرمر، هذا الجزء الأصلي، ثم أن هذا الجزء المرمر في القطع العاجية مميزة، وهي عادة ما تأتي من مناطق وادي السن. ثم في أن هناك عاجيات أخرى وصلت إلى المنطقة تعود بفترتها إلى القرن الأول الميلادي، وهي ما تعرف بعاجيات أو الأمشاط العاجية من باغرام. وهذه لو تلاحظون أن هنا في صورة رجل مع مرأة وضعية الجلوس في هذه المنطقة، أو الوجه الآخر تلاحظون يعني هنا في عندنا رأس الأسد، ولكن مع وجود جسد طويل بهذا الشكل، ثم في عندنا القدم الأخرى إلى الخلف، وهذه تعتبر من الأمشاط المميزة من باغرام. نجد أن أيضا الأمشاط الأخرى اللي سواء كانت هاي لزهرة اللوتس، أيضا هنا في عندنا لوضعية أيضا رجل وامرأة الجلوس، وهناك شخص يحمل لهم الفاكهة، فهي أيضا من الأمشاط العاجية المميزة في هذه المنطقة. هذه العاجيات تم العثور عليها في موقع دبل حصن، مدفن دبل حصن يعتبر من المداخل المهمة. المشط الأول تم العثور عليه بالقرب من رأس امرأة، والمشط الثاني في يد امرأة أخرى، يعني أن هذا المدفن مدفن جماعي أو مدفن يستخدم لأكثر من مرة من القرن الأول الميلادي، مؤرخ من القرن الأول الميلادي. ما يميز المكتشفات الأثرية في إمارة الشرق أو جنوب شرق الجزيرة العربية وجود كميات كبيرة من جرار الأنفورة من جزيرة رودس. عندما نتحدث عن مجموعات كبيرة يعني نتحدث عن ما يقارب 30 إلى 31 مقبض جرة أنفورة، ما عدا يعني هذا ما غير الكسر الفخارية لهذه الجرار التي تنتشر في الموقع. نجد أن هذه القاعدة هي أقدم القواعد المعروفة لجرار الأنفورة، وتؤرخ من 250 أو 270 قبل الميلاد إلى 250 قبل الميلاد، وهي تعتبر مهمة جدا في تاريخ هذه النماذج ووصولها إلى المنطقة. طبعا عندما نتحدث عن موقع مليحة، موقع مليحة موقع داخلي يبعد عن الساحل، أي لا توجد هناك أي صلات تجارية ما بين هذه المنطقة والساحل. والسبب أن في هذه الفترة لم تظهر حتى الآن ولم يتم اكتشاف أي مواني تعود إلى نفس الفترة 270 إلى 250 سنة قبل الميلاد. مليحة ظهرت في حدود 250 سنة قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي، وهذه الفترة من 250 سنة قبل الميلاد إلى 100 سنة قبل الميلاد لم يتم العثور على أي موانئ موجودة على الساحل. إذن في عندنا هذه المقابر، أقول هنا في عندنا مجموعة من المقابر والكسر، ولكن هذه القاعدة مهمة جدا. نجد أن أيضا في مليحة تم العثور يعني بعض النماذج اللي إحنا ما نسميها المقابض عليها الأختام. الختم هذا هو ختم من يقوم أو يأمر بالصناعة، يسمونه إيبوني، أو المشرف أو الشخص المهتم أو الذي يقوم بالإشراف على صناعة الجرار، لأن الجرار هاي لابد أن يكون لها حجم ووزن وأيضا حجم معين. ولذلك نجد أن هذه عليها غير كامل، ولكن هي لأرسيتوس
وتؤرخ هذه إلى 234 قبل الميلاد. هذه أيضا حرف كيرون أيضا تؤرخ إلى 233 قبل الميلاد. هذه القطعة اكتشفت قبل سنوات، وهذا الصيف يعني إحنا محظوظين في خلال المسوحات تم العثور على مقبض آخر لنفس الصانع كيرون أو نفس الشخص كيرون. أيضا في عندنا هناك مجموعة ثانية لهذه إكليلس، هذه لبانامو، هذه تؤرخ إلى 187 قبل الميلاد، هذه تؤرخ إلى 233 قبل الميلاد، وأرسطون هذه تؤرخ إلى حوالي 158 قبل الميلاد. ولكن المهم أيضا نحن ذكرنا كيرون، ولكن أيضا في عندنا أنتيماخوس، أيضا هذا الاسم أنتيماخوس موجود على هذه المقابر، هذه ما عثرت عليه البعثة البلجيكية خلال تنقيباتهم في إحدى مدافن مليحة، وهذه ما عثرت عليها البعثة المحلية من خلال المسوحات على أرضية إحدى المواقع أو إحدى المناطق في منطقة مليحة. فالأختام سواء كانت هي لنفس الشخص الصانع أن وصلتنا أو تغيرت من مكان إلى مكان. إذن هذا التواصل الحضاري مع 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 الإغريق في تلك الفترة مهم جدا، وصول هذه الجرار الأنفورة الإغريقية. ولكن ما يميز هذه الجرار الأنفورة، تم العثور على جرة أنفورة مميزة جدا، وهي مزججة باللون الأسود، وممكن ملاحظة هذا الجزء السفلي على القاعدة إن هي قاعدة جرة أنفورة إغريقية تم تزجيجها لاحقا، واحتمال كبير وضع الاحتمال أن زججت في أو تم تسجيجها في وادي الرافدين في تلك الفترة. وهذا النوع من التسجيج اللون الأسود هو عرف لاحقا في العصور الوسطى والعصور الإسلامية اللاحقة. هذه المجاميع من احنا ما نسميها الفخاريات المزججة باللون الأسود. القواعد طبعا واضحة، يعني قاعدتها واضحة، تعود بفترتها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، لأن هذه الجرة تم العثور عليها في شاهد قبر مهم جدا، إن شاء الله راح نتكلم عن شاهد القبر وهو مؤرخ. في موقع مليحة تم العثور هناك على مجاميع كبيرة من جرار المربر، هذا الكنز من المربر احنا نشوفه تم العثور عليه في داخل المستوطنة أو السكن اللي موجود في 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 داخل إحدى المستوطنات المليحة أو إحدى المباني السكنية في مليحة، عبارة عن 47 جرة من المرمر، بعضها يعني واضح أن أعمال الثقب فيها واضحة والحفر واضحة، بعضها غير كاملة، ودليل أن احتمال كبير أن كانت ورشة لهذه النماذج. هذه النماذج في الجزء العلوي يتم العثور عليها عادة في داخل مدافن مليحة، جميع مدافن مليحة تجد هذه النماذج العلوية، وهذه مصادرها معروفة أنها هي وصلت إلى مليحة عن طريق التجارة من اليمن، وفي اليمن في مجموعات كبيرة من هذه الجرار وهي تعرف أنها من اليمن، ولكن هذه الجرار أيضا احتمال كبير إحنا نضع على احتمال أنها من اليمن، ولكن تبقى جرار مهمة نحتاج إلى تأريخها في المنطقة. نجد أن من الأمور المهمة أيضاً في 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 مليحة تم العثور هناك على الكتابات والنقوش الكتابية. عندما نتحدث عن هذا الشاهد، شاهد القبر، وهو أول النقوش الكتابية التي وصلت إلى إلينا ويعود فترة إلى 1970 وتم دراستها، نجد أن هذا الحرف حرف النون نفس وقبر عبيداً بن أوس. إذن في عندنا هناك أسماء لأشخاص موجودين في المنطقة، منطقة مليحة، وهذا النقش كان يعتبر مفتاح للبحث عن نقوش أخرى، وظهرت أيضا في مليحة نماذج أخرى من الخطوط مثل هذا خط الزبور، وهو خط من خطوط المسند المشبك، وعليه كتابة لعديم ابنة معنلات، يعني تم وضع أو تم إهداء هذه القطعة المعدنية إلى اللات، وهذه تعتبر يعني أو إلى المعبودة لات،
وهذه تعتبر من القطع الجنائزية أو التي تهدى للمعبودة. وبدأت تظهر لنا بعض الأسماء للمعبودات التي عرفت في جنوب شرق الجزيرة العربية. نجد هذا أيضا خط الزبور أيضا على مقبض جرة، أنفورة إغريقية لأبي ابن هن هن هنيا هنيان. فأيضا هذا يعتبر من خط الزبور الذي تم العثور عليه في منطقة المليحة. تم العثور هناك أيضا على قوالب. هذه القوالب هي قوالب صب العملة. قوالب صب العملة تجد أن هذا القالب اللي تلاحظونه هذا حفر وجهز ولكن لم يستخدم، وفي هنا في الجزء الأخير نشر أن هنا في أثار النشر، وفي أن هنا هذا القالب يعتبر قالب من الحجر صنع. والوجه الآخر أيضا للقالب كما تلاحظون هي أيضا مكسورة، احتمال كبير أن هذه القوالب تستخدم لمرة واحدة ثم تكسر. نجد أن الزوس وهو جالس، هاي أرجل المعبود زوس، هذا رأسه، وهنا عندنا الصولجان وهو ماد يده إلى الخلف هنا. وتجدون هذا عبارة عن الحصان الذي يقف على اليد، هذا على الحصان الذي يقف على يده. وهنا تلاحظون هذا النوع من الخطوط هي، وهذا النوع من الخطوط هي لسعفة النخيل التي وضعت على هذه العملة. هذه العملات هي عملات يعني نجدهم أنهم يعني ينادون أو يتحدثون عن استخدام عملة الإسكندر في المنطقة. عملة الإسكندر لم تستخدم في هذه المنطقة، وللأسف أنهم يعني يذهبون إلى أبعد من ذلك عندما يتحدثون عن هذه العملات. هذه العملات هي عملات سكت بعد وفاة الإسكندر، ولم تصلنا عملات الإسكندر في تلك الفترة التي تعود في فترة حياته، ولكن وصلت لنا العملات التي سكت بعد وفاته وأيضا صبت في هذه المنطقة. وجميع هذه العملات أرخت في منطقة مليحة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي. طبعا عندما نتكلم هذه نماذج أو ما تسمى بنماذج عملات مليحة، الحصان المعبود زوس يلبس الخوذة، الجسد غير مفرغ كامل، اليد اليمنى تمتد إلى الأمام عليها الحصان، هذا الرمز مهم جدا ذو ثلاث شعب، ثم في عنا السعفة النخيل وعنا الصولجان وعنا هنا كلمة أبيل. فمهمة جدا هذه المواصفات الموجودة على العملة، نفس اللي موجودة على القالب. ثم في عنا الهرقل يلبس فروة رأس الأسد، وعنا هنا الفك، فك الأسد عبارة عن شكل هلال بالإضافة يعني تلتف حول الأذن، بالإضافة إلى الشفتين واضحتين. ثم في عندنا الأنف والعين لوزية، بالإضافة إلى احنا ما نسميه التموج الشعر، شعر احنا ما نسميه رأس الأسد. فإذا هذه العملات عملات مهمة جدا ظهرت في منطقة مليحة. يعني هنا أخذت نموذج واحد، ولكن مليحة توجد هناك مجاميع كبيرة من العملات المحلية والعملات المستوردة. نأتي الآن إلى نقطة مهمة جداً غيرت مفاهيم كثيرة عن الكتابة، وغيرت مفاهيم كثيرة عن المعرفة بخطوط المسند في المنطقة. لم تكن خطوط المسند هي الوحيدة التي استخدمت في المنطقة، ولكن أيضاً الخط الآرامي. وتجد أن هذا القبر لعمود بن جر بناه ابنه عمود بن عمود بن جر، يعني سنة فيها تاريخ سلوكي في حدود 96 بالفترة السلوكية، أي ما يعادلها إلى 221 قبل الميلاد. ولكن نجد أن الأحرف هنا واضحة، نفس وقبر عمد بن جر بن علي بقر ملك عمون، أي يعني المسؤول أو الشخص المناط لهذه المسؤولية لملك عمان، ذي بني الذي بناه بره ابنه عمد ابن عمد
للعمل. إذن هذه الأسماء مكررة، ولكن المهم جدا أن لأول مرة يتم العثور على اسم عمان عمون في 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 التاريخ كوثيقة مكتوبة ممكن مشاهدتها على قطعة أثرية تعود بفترتها إلى 221 قبل الميلاد، وهذه أيضا غيرت فكرة التواجد أو الاسم الذي كان تعرف في عمان في القرن الأول الميلادي، ولكن هي كانت هي أقدم من ما كان يعتقد، أو الاسم أقدم من ما كان يعتقد. إذن يعني وصلنا إلى النهاية، أنا شوية طولت عليكم وأعتذر لكم يعني، ولكن نجد أن 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 في هذا القطع الأثرية مثل متحف الشارقة للآثار، وأيضا مثل مركز مليحة للآثار، ومركز مليحة للآثار تشرف عليه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير للسياحة الأثرية والثقافية في المنطقة، ونعتبرها يعني من المراكز الرائدة التي تعرض الآثار بشكل حديث جدا، وأيضا تعطي معلومات كثيرة. هذا المدفن هو مدفن الألف الثالث قبل الميلاد من فترة أم النار، ثم في أن هذا المبنى يحيط حوله، ويعني دمتم كلكم بخير وسعادة. هذه الصورة لجبل فاية وموقع جبل فاية من على نسميها مركز مليحة للآثار. طبعا احنا يعني نشكركم ونشكر الجميع للتواجد معنا اليوم، وأيضا يعني نبارك لكم باليوم العالمي للآثار، ونبارك للجميع الآثاريين في الوطن العربي أن يعني يكون هذا اليوم يوم حركة ونشاط، وأيضا يعني أن تقوم الجهات أيضا في الحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي للوطن العربي. وشكرا للجميع، وإذا كانت هناك أي أسئلة الرجاء يعني إبلاغي إذا قدرت أنا أجاوب عليه، لأنه كان من المفترض أن يكون معنا أحد الأخوان يعني يقدمني علشان أخذ المعلومات، ولكن لسوء الحظ يعني وانا اقول انا سعيد يعني لحسن حظي ان اكون معاكم، واشكركم يعني جميعا، واذا في اي اسئله ممكن طرحها انا ان شاء الله. في اي اسئله يعني اي واحد بيدخل معانا ان شاء الله حياه الله يعني ممكن يسال مباشره، لان ما في احد معانا اليوم يعني المايك والعمل كله لكم، يعني انتم تديرون هذه المحاضره وانا اليوم ضيفكم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شكراً كثير دكتور عيسى، يعني المحاضرة جد قيمة والمعلومات يعني غنية جداً ما شاء الله. الله يحفظكم. أنا مهندسة معمارية وأوربانيست، فاهتمامي أكثر يروح ناحية المناطق الأوربان. أيوة. فعندي سؤال بالنسبة لل أركيولوجي، بريفنتيف أركيولوجي، هل كان في تطبيق البريفنتيف أركيولوجي في إمارة الشارقة، يعني في حتى في التوسع المدينة؟ البريفنتيف أركيولوجي هو موجود عندنا من خلال القانون أيضا، يعني احنا ما نسميه علم الآثار أو الوقائي، العملية الوقائية هي قبل إنشاء أي مشاريع حديثة. و ممكن أنا أعطيك بعض الأمثلة، مثلاً في هناك خط الغاز، قبل عمل خط الغاز وهو يمتد من إمارة أبوظبي أو من أبوظبي إلى الفجيرة يمر بأراضي في إمارة الشارقة، قمنا بعملية مسح كامل لخط الغاز، وهذا مهم جداً يعني بالنسبة لنا لمعرفة هل تمر عليها مواقع، هل يمر هذا الخط على المواقع الموجودة أم لا. ثم في عندنا هناك مشاريع الطرق الحديثة أيضاً، دائما ما تقدم لنا المشاريع الحديثة توصلنا مجموعة من الخرائط لمشاريع، ويمكن
في بعضها بالفعل أنها تمر على بعض المواقع ونحاول أن نزيحها أو نحركها خارج إطار الموقع أو حتى في خط الكهرباء أو خط الخطوط الحديثة. وأيضا هناك في أيضا للمباني، في بعض المباني الكبيرة اللي تصير، المباني الحديثة أو الأراضي الموجودة، أيضا يصير هناك في عندنا إذا في حال وجود أي نوع من إحنا ما نسميها المواقع الأثرية تمر عليها أو بتكون قريبة منها، أيضا يصير هناك في عملية تنقيب. إذا قدرنا إحنا، إذا كان هذا المشروع حيوي ومهم للإمارة، يصير عملية تنقيب إنقاذية. وأيضا هذا الموضوع أيضا صار في عملية الخان، موقع الخان صار هناك أعمال. هو طبعا في موقع الخان لابد أن نذكر أن العلاقة ما بين هيئة الشارقة للآثار وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير لوجود مشروع هناك، صار في عملية التنقيب الإنقاذي أو البريفنتيف الوقائي للموقع للوصول إلى المباني التي كانت موجودة. يعني إحنا هناك معظم المباني هي مباني من الستينات أو الخمسينات إلى الستينات، فصار في عملية تنقيب وتحديد هذه المباني، فقامت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير بإزاحة بعض المشاريع شوية بالقرب من المباني من غير ما تؤثر على الأسس الموجودة، ووضعت أيضا هناك خطة لترميم بعضها. فهي موجودة، البريفنتيف أركولوجي موجودة وما زالت، وفي عندنا مسوحات والخرائط توصلنا، ويصير في عندنا تنقيب إنقاذي ويصير تنقيب وقائي لمعرفة إذا كان الموقع فيه عدة إحنا ما نسميها يعني فيها آثار. كما تعلمين أن هناك بعض المواقع هي مواقع سطحية بهذا الشكل، يعني هي موسمية، يعني فقط الكسر الفخارية لا توجد مباني، ولذلك أيضا يتم مسحها للمعرفة مدى أهمية هذه المواقع. في تقارير تصدر فيها. شكرا لك. إذا في أسئلة، أنا يعني الشكر لكم أنتم، يعني أنا أشوف أن كلمات شكر، الشكر لكم ولحضوركم معنا، يعني ودائما أنا أسعد بوجودكم معنا، سواء أنا كنت أو مع الأخوان اللي معاي في الهيئة. ما عرضنا طبعا عندما نتحدث عن الآثار في إمارة الشارقة، ما عرضناه هو عرض للاكتشافات الأخيرة. يعني إحنا نعلم أن الاكتشافات في دولة الإمارات معظمها أو بعض المصادر هي ما تم نشرها في السبعينات والثمانينات والتسعينات، ولكن في بعض المصادر التي هي نشرت ما بعد التسعينات هي قليلة الوصول إلى المجتمع في الوطن العربي، وإحنا يسعدنا أن أيضا نوفر لكم جميع هذه المصادر.